النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات ظهر اليوم استهدفت مواقع متفرقة في قطاع غزة. ونقل مراسل القدس دوت كوم أن القصف أسفر عن إصابات بشرية وصفت بالطفيفة وأضرار مادية كبيرة في مواقع عسكرية. يأتي ذلك عقب العثور صباح اليوم على بقايا 6 قذائف صاروخية سقطت بالقرب من سديروت بالنقب والمجلس الإقليمي شعار هانيغيف أطلقت من قطاع غزة. أكد مصدر سياسي مطلع أن جولات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي ستستأنف غدا أو بعد غد عقب انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشيرا إلى أن فجوات كبيرة ما زالت تفصل مواقف الطرفين حتى الآن قد لا تسمح بتمديد المفاوضات حتى نهاية العام. واصل عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها للمصالحة موسى أبو مرزوق إلى غزة ظهر اليوم من أجل المشاركة في اللقاءات التي ستعقد في القطاع لبحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة. ومن المقرر أن يلتقي أبو مرزوق برئيس وزراء حكومة حماس ليقود إلى جانبه الحوارات التي ستعقد مع وفد منظمة التحرير الذي كلفه الرئيس محمود عباس ببحث ملف المصالحة، ويتوقع أن يصل غزة نهار الثلاثاء. كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 3 أشهر قبل يومين في بلدة مزارع النباني شمال رام الله. وذكر بيان الشرطة أن نتائج تشريح الجثة أظهرت وجود شبهة جنائية، وشكلت شرطة المباحث فريق عمل لمتابعة القضية التي اشتبهت بعم الطفل، وبالتحقيق معه اعترف بقتل الطفل خنقا انتقاما من ذويه لوجود خلافات عائلية. قتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قيادي في هجوم جديد شنته طائرة بدون طيار على سيارة رباعية الدفع في محافظة شبوة جنوب اليمن في 3 غارة من نوعها خلال يومين بحسب ما أفاد مسؤول محلي يمني. نهاية النشرة الإخبارية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.